بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلابنا الاعزاء. نحن اليوم سلسله دروس على اللغه الانجليزيه اللي تقام باشراف مديريه تربيه الكرخ الثالثه بالتعاون مع الاشراف اختصاص استاذ محسن واستاذ امل. وياكم سلطحان من المتوسط الخاص للبنات. نكمل وياكم دروسنا للصف الثاني متوسط يونت 7 لسن. وصلنا الى لسن 3 الاس بي page 74-75 and AB we have 97. الموضوع عن عندنا الانيمالز هذول حيوانات in danger. حيوانات في خطر. animals in danger. read about these animals and find two reasons why they are in danger. يعني هذه الحيوانات هي في خطر. لماذا هي في خطر؟ نشوف الأسباب. أول قطع الناس snow leopard الفهد أو الوشق the fur الفرو of this beautiful animal. هذا الحيوان الجميل is grey يكون لونه رصاصي with biggish black spots نقاط كبيرة أو صغيرة and much smaller spots نقاط صغيرة وكبيرة سوداء مثل هذه طبعا صورة هذا الليبرد الثلجي. Nobody knows exactly how many there are. يعني عدد هاي الحيوانات غير معروف. But there are very few. يعني عددها قليل. It is hunted for its fur. يعني سبب قتل هذا الحيوان لأجل الفرو مالته الجميل وألوانه الجميلة. راح نقول snow leopard هذا الحيوان أو هذا الفهد أو الوشق الثلجي. تشوفون هنا الآيس كأنه ثلج وراء هو في الجبال يعيش. It is hunted for its fur. فخلينا سبب قتله بالنسبة لهذا الأنيمال snow leopard for its fur لأجل الفرو مالته. نجي على الحيوان الثاني. إذا نجي على الأيبكس الوعل. بالنسبة للحيوان الايبكس this mountain goat هذا الماعز الجبلي is hunted for its horns. horn يعني قرون. قرون هذا الحيوان مميزة. they are 70-140 centimeters long فيكون طولها مميز. it is its coat جلده او هذا جلد الحيوان is reddish brown يا اما يعني نقول brown بني محمر او to grayish brown الى حمار الى رصاصي. if it is not protected اذا هذا الحيوان غير محمي it will soon disappear. disappear يعني يختفي ينقرض بمعنى اذا هذا يكون الحيوان غير محمي not protected عالميا غير محمي it will disappear سوف يختفي هذا الحيوان. اذا لماذا يقتل هذا الايبكس؟ الايبكس لماذا يقتل؟ الايبكس it is hunted for its horns لاجل القرون ما تكون طولها مميز 70-140 centimeters long فهذا يكون طولها مميز. نجي على الحيوان البعده وهذا بلو وير الحوت الازرق هذا الحيوان الكبير. this is the largest animal هذا اكبر حيوان alive today يعني عايش اليوم. it is 29 meters long يعني طوله مميز كبير جدا هذا الحوت. whales were hunted for their oil طبعا كلنا نعرف بزيت السمك او زيت الحوت كلش مفيد واستعمالاته بالادويه وبالتداوي والاعشاب بالتداوي كلش مهم. and almost disappeared تقريبا هذا الحيوان انقرض او اختفى. now they are protected فهنا اكو قانون حمايه لهذا الانيمال not killed يعني لا يقتل لكنه اذا نجي على اذا هذا protected هذا محمي هذا الحيوان محمي اللي هو بلو ويل الحوت الازرق. لماذا يقتل هذا الحيوان؟ راح نكتب for its oil زيت الحوت كلش مفيد. اذا البلو ويل it is hunted for its oil قلنا لاجل الزيت او زيت الحوت. نجي على جولدن تود. هنا أنا بالقطعة ما ذكر لنا سبب قتله يعني ما ذكر لنا بالقطعة سبب قتله لكن لماذا هذا ينقرض هذا الحيوان جولدن تود يعني هو الضفدع الذهبي هذا. the male is bright cold يعني يكون الذكر لهذا الانيمال يعني فاتح لونه او براق ذهبي in color باللون. the female والانثى is much darker يكون لونها اغمق اطوخ باللون. people are فالاشخاص draining جف الووتر
يعني منع الماء from the places where they live. يعني شنو صار بهاي الحيوانات؟ They are losing their homes. يعني الموطن العيش مالته فقده لأنه الأشخاص منعوا المياه من هذه الأماكن. It's draining water from the places where they live. وعندما when the water goes completely, إذا الماء انتهى تماما, the golden toad will disappear. إذا ستختفي هذه الحيوانات, ستنقرض إذا هي فقدت موطنها الأصلي. إذا فقدت سكنها هذا الحيوان سينقرض. إذا هنا ما يقول لماذا يصطاد هذا الحيوان, هو ليس لا يصطاد هذا الحيوان لأن بينما نقول golden toad they are losing their home, they فقدون سكنهم اللي يعيشون به. فإذا فقد الماء completely تماما سينقرض هذا الحيوان. نجي على آخر حيوان اللي هو تايجر النمر. معروف هذا الحيوان the tiger has beautiful جميل yellow and black fur. يعني لونه تشوفون الصورة very beautiful, كلش حلوة الصورة. yellow and black fur, الفرو مالته أسود وأصفر. it looks like the sun, كأنه يشع بالشمس, shining يشع through trees, هو من ويا الأشجار. and helps the tiger hide in the forest, يعني كأنه منظر يختبئ, كأنه منظره يختبئ بالغابة. there are now fewer, عددهم أقل من 4000 tigers in the world, بالعالم, because tigers were hunted, لأنه النمر يصطادوا كثيرا for their skins, للجلد مالته أو الفرو مالته الجميل. أيضا يصطاد هذا كثيرا. إذا نجي على التايجر الآخر قطعة, التايجر يصطاد, it is hunted for its skin, لأجل الجلد. إذا المطلوب بهذه القصة إحنا ذكرنا شنو reasons for each animal why they are killed, لماذا تقتل هذه الحيوانات. فهذا سوينا الماتشينج, ذكرنا شنو السبب, سويتكم هاي السبب مع البيكتشر. نيجي على هذه الصفحة الثانية 75, عندنا هذه البيكتشر تشوفوا هاي الصورة. which animals were killed, أي الحيوانات في هذه الصورة قتلت. to make three things in this room, وخلوها أشياء محطوطة في هذه الغرفة. what do you think about this, شنو يعني شنو رأيك بهذا الموضوع. زين لو ركز هنا أنا بالصورة, أن this is the head of ibex, this is the tiger مسوي carpet, و this is coat هذا معطف مسوي من الليبرت. فالحيوانات اللي قتلوها بهذه الصورة هو الايبكس الماعز الجبلي, وسنولبرت هذا الوشق أو الفهد الثلجي, وأخيرا التايجر. زين هل أنت موافق على قتل هذه الحيوانات؟ كنت راح نقول يعني I don't agree with this, يعني هذا الموضوع أنه أنا أقتل الأنيمالز حتى أخليها أشياء في البيت. this is هذا العمل I don't agree with it, it is wrong, هذا العمل خطأ. يعني إذا نقول رأينا بهذا الشيء يعني خطأ هذا العمل, إنه أقتل حيوان حتى أستفاد منه في أخليه في البيت كرأس الوعل هذا, يعني it is wrong I think. زين نيجي هنا عندنا الأماكن عيش الحيوانات, يريد look at the pictures, انظر إلى هاي الصور. where do you think the animals live, أين تسكن هذه الحيوانات. الحيوانات اللي شرحناها هنا حيختبروكم كمعلومات, منطيكم البيئة اللي يعيش فيها الحيوان, read اسم الحيوان. زين قبل ما نعطينا حوار between هذول two boys, I think the golden toad live in the woodlands, أظن إنه الضفدع الذهبي يعيش في مناطق المستنقعات أو المكان الرطب. why, لأنه toad live near water, لأنه تكون قرب الماء. I agree, I think you are right, حناخذ صيغة agreeing و disagreeing, الموافقة وعدم الموافقة, بعد ما نخلص هذا التمرين الصور, وراح نشرح شنو العبارات اللي نستخدمها بالموافقة وعدم الموافقة. نيجي على البيكتشرز, بيكتشر نمبر 1 منطينا السي, بيكتشر نمبر 2 منطينا ماونتين فورست يعني الغابات اللي جبلية, و 3 منطينا ووتلاندز المستنقعات, و 4 هذه ديزرت الصحراء, و 5 هذه فورست الغابة, و 6 هذه الهاي كولد بليسز أماكن جبلية وثلجية وباردة, cold باردة. زين أريد إحنا الأنيمال اللي يعيش في هذه الأماكن, خليكم على تسميات الأنيمالز. بالنسبة إلى السي البحر يعيش فيها البلو ويل اللي هو الحوت الأزرق حسب ما شرحنا هذا الموضوع,
فالحوت الازرق اللي هو يعيش في السي زين. بالماونتين فورست الغابات الجبليه يعيش الايبكس من الماعز او الوعل الجبلي. بالماونتين فورست يعيش. بالنسبه للوودلاندز المستنقعات اكيد هي جولدن توت الضفادع الذهبيه تعيش في الوودلاندز المستنقعات او البرك او المياه. ديزرت الصحراء يعيش فيها اكيد الكمل الجبل. طبعا ما اخذناه هنا بالقطعه بس هو كسؤال للطالب شنو الحيوان يعيش فيه الديزرت الصحراء هو الكمل اكيد الجمل. وبالنسبه للفورست الغابه يعيش التايجر النمر. وبالنسبه للهاي كولد بليسز الاماكن البارده العاليه الجبليه اكيد هو سنو لبرد الرشق الثلجي او الفهد الثلجي سنو لبرد. اذا خلينا الانيمال مع البيئه اللي يعيش بها وهذا هو الكلام المطلوب من هذا التمرين. تمرين كلش سهل وكلش حلو. نجي على القاعدة. القاعدة بالنسبة إلى agreeing or disagreeing. طبعا agreeing الموافقة على الشيء و disagreeing عدم الموافقة. إذا أراني أوافق على رأيي ممكن نستخدم العبارة I agree أو أقول you are right أنا موافق أو أنت على صواب. وإذا ما وافق على الشيء أقول له I disagree أنا غير موافق أو أقول له I think you are wrong أنت على خطأ. لو نأخذ مثالياً الموافقة مثلاً يقول snowbirds live in high cold places يعني هذا قلنا الفهد أو الوشق الثلجي يعيش في أماكن باردة عالية. هل توافق أو لا؟ إذا أنا موافق بالرأي طبعاً هي عبارة صحيحة أقول له I agree you are right I agree you are right. هذا الامتحان احتمال تجيكم احتمال لا حسب يعني إذا يتلكم جملة ويقول لك وافق على الجملة أو لا توافق على الجملة. إذا هاي الموافقة نقول عبارة I agree you are right. إذا نأخذ مثال ثاني blue whale lives in the forest. هل الحوت الأزرق يعيش في الغابة؟ طبعا عبارة خطأ فنقول I disagree أنا لا أوافق لأنه blue whale lives in the sea لأنه الحوت الأزرق يعيش في البحر. إذا قلنا العبارة I disagree أو أقول له you are wrong أنت خطأ blue whale lives in the sea. استخدمنا ممكن نستخدم صيغتين الموافقة وعدم الموافقة. نروح إلى الأكتيفيتي بوك. الأكتيفيتي بوك عندنا تمرين سهل lesson 3 lesson 3 عندنا complete the conversation with words in the box. معطينا الكلمات right with lands you are wrong disagree see و agree بس نقرأ الجمل ونخلي الكلمات بالفراغ المناسب. blue whales live in the forest. هل قلنا الحوت الأزرق يعيش في الغابة؟ طبعا عبارة خطأ فش أقول I disagree أنا لا أوافق blue whales live in the وأخلي مكان الصحيح اللي يعيش فيه الحوت الأزرق اللي هو C. number two gold toads live in the desert. هل يعيش الضفادع الذهبية في الصحراء؟ طبعا أيضا العبارة خطأ أقول I think you are wrong أنت على خطأ you are wrong. golden toads live in the woodlands إذا يعيش في مكان الصحيح في الأماكن المستنقعات أو الرطبة. snowbirds live in high cold places طبعا هذا صحيح الفهد الثلجي يعيش في أماكن عالية باردة فنقول I agree you are right I agree you are right أيضا جملة سهلة موافقة. التمرين بي are the sentences are true or false رح نخلي جمل خطأ أو صح حسب طبعا القطعة اللي شرحها قرأ لكم إياها القطعة اللي قريناها عن الحيوانات والبيئة اللي يعيش فيها. People are still allowed to hunt blue whales زين قرينا احنا blue whales are protected هذا الحيوان قرينا انه محمي يعني لا يمكن قتل هذا الحيوان. فالعبارة هنا people are still allowed هل مسموح للأشخاص يقتل blue whale؟ طبعا خطأ العبارة لأنه blue whales are now protected لأن هو الآن الحيوان محمي. number two male and female الذكر والأنثى golden toads are different colors هل هي ألوانها مختلفة حسب ما قرينا بالقطعة مع golden toad قلنا الذكر يكون أفتح لونه من الميل أفتح لونه من الفيميل من من الأنثى الأنثى يكون darker يكون أطوخ. فإذا العبارة هذه صح number two true يعني صح. number three people hunted
tigers because they are very dangerous. هل التايجر النمور يصطادوها الأشخاص لأنها خطرة؟ حسب ما قرينا بالقطعة هنا ما قرينا أنه لأنها خطرة وإنما يصطاد لأجل its skin. skin أو الفرو مالته يكون جميل beautiful فالناس تصطاد هذا التايجر النمر. إذا نقول عبارة false خطأ والتصحيح داري they hunted them for their skins لأجل جلدها الجميل وألوانها الجميلة. إذا هذا كان نهاية درسنا لهذا اليوم. أتمنى الفائدة والمتعة من الدرس. ألقاكم بدرس آخر. شكرا، مع السلامة.